مشاهدي قناة شوف تي في، صباحنا وصباحكم مبارك سعيد والعواشر مباركة ورمضان كريم على الجميع. الله يدخلو علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر يا رب العالمين. واللي مريض في هاد العواشر الله يشافيه ويعافيه، واللي مسجون ظلما الله يطلق سراحه، واللي عنده اللي راه واقفة على الولادة الله يفك حيلها. اذا سيادنا غادي نتكلموا في هذا البث المباشر على شنو رسالتكم للشباب اللي كيترمضنوا في الشهر الاعظم، الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم، اللي كنشوفوا انه الجريمه كترتفع والدباد كيتزاد والمشاكل كتزاد في هذا الشهر هذا اللي هو شهر المغفره وشهر الغفران وشهر التوبه وشهر العوده الى الله سبحانه وتعالى، اللي هو شهر اللي خاصنا نكفروا على جميع الذنوب اللي كانوا نديروها العام كامل. فان الله غفور رحيم. هنا في شهر رمضان كنشوفوا احيانا كيوقعوا بعض الاشتباكات ولا كيوقعوا كتزاد الجريمه وكتزاد المشاكل بحجه القطعه، يعني المدمنين على المخدرات او اللي كيكميو الكارو فتيكونوا مقلقين بزاف لدرجه انك هيك تهضر معاه تيكون على سبه. يعني شنو رسالتكم لهاد الشباب اللي حقيقه محمد حويطر صباح النور الله يبارك فيك اختي، شكرا لك سي حويطر، وكذلك شكرا لكل متتبعي قناه شوف تي في وعواش المباركه للجاليه المغربيه المقيمه خارج ارض الوطن اللي كانت اسفوا لها انها ما قدراتش تجي لارض الوطن وما قدروش انهم كاينين بعض الدول او ما قدروش انهم يحضروا يدوزوا هذا الشهر المبارك مع الاسر ديالهم. فاحنا يا مغاربه معروفين في العواشر وفي يعني بحال هاد المناسبات هذه اللي كتكون اللمه العائليه. للاسف هاد السنه هذه بحال العام اللي داز ما غاديش تكون نفس الاجواء والطقوس اللي عشناهم السنوات الماضيه. عزيزه كافا كتقول هذوك خاصهم رساله، هذوك ما خاصهمش رساله، هذوك خاصهم الحبس. نطلبوا من الله يهديهم، نطلبوا الله يهدي الجميع. في شهر رمضان للاسف كيقواو المشاكل وكيقواو الصداع وكيقواو الجنوى كيتشايروا خصوصا في الاحياء الشعبيه. يعني كتلقى في كل حي كتلقى مشكل، وفاش كتشوف السبب كتلقاه سبب تافه، كتوصل لدرجه انه توصل حتى للقتل الله يستر والعياذ بالله، كتوصل الجريمه حتى لجريمه قتل، والسبب كتلقاه شي حاجه شاف فيها شت فيه قلت له علاش كتشوف فيا، وبقى كيشوف فيا وانا شت فيه قلت له شوف حداك، ويقول لي شوف حداك انت وانا نجي انت ويدفعني وانا نضربه بموس هو يموت هو صافي. يعني هنايا الضحايا الكبار ولا الضحيه الكبيره ولا هنايا